باي بعيد عن الزاوية، فبتكون ساين 25، بينما هون لأنه الزاوية معطاة مع محور الإكس راح تكون 100 في كوساين 25. الآن يا شباب بعد ما حللنا القوتين راحت القوة الثانية كمان وراحت الإف، وأصبحت جميع القوى منطبقة على المحاور، صار السؤال سؤال زي الأسئلة اللي قبله، سؤال مباشر، بس بدنا نعوض الأرقام الموجودة عندنا في القوانين. خلص خلصنا تحليل. الخطوة الأخيرة التعويض في القوانين. نبدأ في المحور اللي ما عليه حركة، الحركة على محور الإكس واضح، ببدأ بشغلي على الواي. فبنحكي قوة اللي فوق بتساوي القوة اللي تحت. القوة اللي فوق هي النورمال فورس، ما في عندنا غيرها، بس ان القوة اللي تحت في عندنا للأسفل، هاي خلاص راحت، 60 كوساين 25 و100 ساين 25، هذول التنتين. خلينا نحسبهم عشان ما نعجبش المعادلات. 60 كوساين 25 54.4، وهاي 100 في ساين 25 42.3. فراح يكون عندي 54.4 زائد 42.3، راح يطلع الناتج 96.7. عرفنا ان مباشرة نطلع منها اف كي. اف كي هي ميو كي في ان. ميو كي معطاه 0.2 ضرب قيمة ال ان 96.7. إذا اف كي صارت معروفة الآن بالنسبة لنا. الآن بنروح وين؟ على المحور اللي فيه عليه حركة، اللي هو محور الإكس، ونطبق. فبنحكي محور الإكس في عندي أول إشي 100 كوساين 25، هنحسبها 90.6 هي راح تكون، وفي عندنا 60 ساين 25 25.4 والإف كي. إذا عندنا 90 وعندنا 25 وعندنا إف كي نفسها، والإف كي أنا طلعتها 19.3. فلما نطبق الآن على محور الإكس بنحكي مجموع القوى اللي على محور الإكس تساوي إم في إيه. ثلاث قوى، 90.6 مع اتجاه الحركة للأعلى، إذا موجبة 90.6. الإف كي بتعاكس في الحركة فراح تكون سالبة، إذا ناقص 19.3. الستين ساين 25 اللي هي 25.4 أيضا بتعاكس في الحركة فراح تكون بالسالب، ناقص 25.4. كل هذا بيساوي M في A، الماس اللي هي 6 كيلوغرام ضرب A. نلاحظ الآن معادلة فيها بس الA مجهول، إذا A تساوي ناتج الطرح هون اللي هو 90.6 ناقص 19.3 ناقص 25.4 45.9 مقسوم على معامل A اللي هي 6، فالجواب هو 7.7 متر بير سكند سكويرد. هاي هي قيمة الـ A. الآن بدنا ناخذ فكرة إنه لما يكون في عندي الجسم نفسه مربوط بخيط بجسم آخر، إيش راح يصير في السؤال؟ أذكركم شباب إنه في المسائل السابقة اللي حنها كلياتها الآن على المستوى المائل، بدي بين كل واحد منكم بس يخلص السؤال يرجع يحله نفسه أكثر من مرة بس يغير المطلوب. يعني مثلا في السؤال الأخير هذا اللي حليناه، لما حسبنا قيمة الـ A طلعت معنا الـ A بتساوي 7.7،
اعتبر انت عيد حل السؤال واعتبر الاي معطاه وقيمتها 7.7، احسب اعتبر المجهول هو ميو كي واحسب ميو كي، بعدين خلي ميو كي معطاه والاي معطاه وخلي المجهول هو الماس اوف ذا اوبجكت، بعدين خلي الاي معطاه والميو كي معطاه والماس معطاه وخلي الاف قيمتها مجهوله، وهكذا تمرن كيف تطلع هاي المجاهيل بهذا الشكل. طبعا المطلوب هون فايند اي، فايند اي تمام. لو كان في عندي الان مستوى مائل زاويته مثلا 45 درجة وفي بكرة هون موجودة ويمر عليها خيط مربوط في جسم منزلق على هذا السطح، والطرف الثاني للخيط أيضا مربوط في جسم ثاني. M1 تساوي مثلا 10 كيلوغرام وM2 تساوي 4 كيلوغرام. UK هون قيمتها 0.3 مثلا. هذا السؤال شو المطلوب في هيك حالة؟ المطلوب في السؤال find acceleration والتنشن، الشد في الخيط كم بيساوي. أول خطوة شباب هي تعيين اتجاه الحركة، فواضح أنه هذا الجسم معلق بالهواء ما في إشي برده للأعلى، هذا الجسم السطح برده للأعلى، فانزلاق الجسم اللي هون رح يكون أسهل من الجسم اللي هون. كيف طيب وذكرت أصلا هاي كتلته 10 وهي 4 يعني هذا أثقل، فأكيد هذا رح ينزل وهذا رح يصعد، فبيكون اتجاه الحركة هيك. في السؤال إذا كان في احتكاك في الغالب هو لازم يعطي الاتجاه الحركة، إذا ما كان كثير واضح زي هاي المسألة لازم يقول إنه هذا الجسم طالع أو نازل، هذا طالع أو نازل. إذا هذا الجسم صاعد هذا الجسم نازل، هيك اتجاه الحركة رح يكون. الخطوة الثانية اللي عندنا منعين القوة المؤثرة على الجسم، فبمسك الجسم M1 القوة المؤثرة عليه وزنه اللي هو 100 والتي الشد في الخيط. هل تي تساوي 100 فوق بيساوي تحت؟ الجواب لا، لأنه هذا أحد محاور الحركة، وعلى محور الحركة منطبق قانون سيجما F تساوي M في A، ما بقول فوق بيساوي تحت. طيب هذا الجسم شو القوة اللي عليه؟ هل عليه نورمال فورس بالمناسبة هذا الجسم؟ الجواب برضو لا، لأنه غير ملامس لأي سطح. في عنا الوزن هون، الوزن قيمته 40، في عنا تنشن شد في الخيط، في عنا النورمال فورس، وفي عنا قوة الاحتكاك اللي هي بتعاكس بالحركة اللي هي FK بهذا الشكل. ما في عنا قوة أخرى، ما في قوة خارجية. ممتاز. الآن الخطوة الثانية انتهت، بنروح على تعيين المحاور وتحليل أي قوة لا تنطبق على هاي المحاور. لو فرضنا هذا الجسم طبعا واضح أن القوة على محور الواي فيش داعي للتحليل، بس الإشكال عندي هون، فبفرض هذا هو محور الإكس مثلا هيك، هذا محور الواي. طبعا القوة مش منطبقة على المحاور واضحة، اللي هي قوة الوزن فقط، أما التي والإن والإف كي منطبقات على المحاور، التي والوزن منطبق على المحاور لهذا الجسم. أما هون الإشكال، الزاوية اللي هون راح تكون 45 درجة نفس الزاوية اللي هون، نحلل ال40 فراح يجينا هون 40 في كوسان ال45 اللي هي راح تكون 28.3. وعلى الواي هون إيه، وعلى الاكس عفوا هون الواي وهون الاكس، الاكس راح تكون 40 في ساين ال45 راح يكون ناتجها نفسه 28.3 لانه ساين وكوساين 45 متساوي، وال40 هاي خلص تحللت راحت. اذا صارت الان جميع القوى منطبقه على المحاور، فبنتقل الآن للخطوة الأخيرة اللي هي التطبيق على القوانين، لكن ببدأ في المحور اللي ما عليه حركة. خلينا نشوف بالنسبة للجسم الأول، القوة اللي عليه فقط على محور الواي وهو بيتحرك على محور الواي، إذا ما في قوة متزنة هون، ما في اتزان. الجسم الثاني
على محور الاكس في قوة، هو بيتحرك على محور الاكس، فإذا ما في اتزان، هون في حركة، في تسارع. خلينا نشوف الواي، هذا الجسم بيتحرك على محور الاكس وفي عليه قوة على الواي، فالقوة اللي على الواي تعتبر في حالة اتزان، يعني هذا الجسم ما بيطلع هيك ولا بينزل لهناك، متزن على محور الواي. فبنطبق قانون الاتزان على الواي قبل ما نطبق قانون الحركة على الاكس. فإذا نتكلم الآن عن مين؟ عن M2. على أي محور رح نبدأ في الحل؟ رح نبدأ في محور الواي. M2 كم قوة عليه على محور الواي؟ في عليه قوتين، عندي النورمال فورس تجاهها نحو الأعلى، وعندي 28 بونت تجاهها نحو الأسفل، ما في غيرهم. فبنحكي القوة اللي فوق تساوي القوة اللي تحت. القوة اللي فوق اللي هي M زي ما شفنا النورمال فورس هاي، وعندي 28.3 بتعاكسها، إذا 28.3 مباشرة عرفت قيمة النورمال فورس. على طول بنطلع منها FK، فFK راح تساوي نيو كي ضرب N. نيو كي معطاه في السؤال 0.3 وN 28.3، فراح يكون الناتج 8.5، 8.5 نيوتن. هيك احنا عرفنا قيمة الFK. ممتاز، احنا خلصنا مين؟ خلصنا M2 على محور الواي. اخذنا M2 على محور الواي اللي هو محور الاتزان. طب خليني اخذ هلا M2 على محور الاكس، على محور الحركة. هنشوف اذا الان M2 بس على محور الاكس، على محور الاكس بتحرك، فبنحكي مجموع القوة المؤثرة على الجسم على محور الاكس، الجسم الثاني M2 بيساوي M2 في A. الآن كم قوة في عندي على هذا الجسم على محور الاكس؟ في عندنا يا شباب ثلاث قوة، عندي T بتأثر عليه بتشده مع الحركة، عندي FK بتعاكس الحركة، وعندي الكومبوننت اوف ويت يعني مركبة الوزن اللي اجت من تحليل W 28.3، تنتين عكس وواحدة مع، فاللي مع موجب واللي عكس الحركة سالب، T مع الحركة هي اتجاه الحركة طالع. فبنقول الآن T مع الحركة راح تكون موجبة، ال 28.3 بتعاكس في الحركة راح تكون سالبة، ال FK بتعاكس في الحركة راح تكون أيضا سالبة، ال FK طلعناها 8.5، كل هذا بيساوي M2 اللي هي قيمتها 4 كيلوغرام في A. لو بسطنا المعادلة شوي، 28.3 مع 8.5 هذول سالبات، راح يكون T ناقص 36.8 يساوي 4A. هاي المعادلة فيها مجهولين. المعادلة الثانية اللي بدي إياها بحصل عليها من معادلة Y للجسم الأول. الجسم الأول لاحظوا إنه وين حركته؟ حركته على محور الواي، وعندي قوتين على الواي، التي بتعاكس في اتجاه الحركة، بينما الام جي هي اللي مع الحركة، هي اللي بتحرك بالجسم اصلا. اذا المية راح تكون موجب والتي راح تكون سالب لما نتكلم عن ام 1. اذا نحكي الان ام 1 بس على اي محور؟ على محور الواي، على محور الواي مجموع اف تساوي ام 1 في ايه على محور الواي. القوة اللي عندنا مية موجب وتي سالب، مية ناقص تي يساوي ام 1 اللي هي 10 في ايه. هاي هي المعادلة الثانية. الان شو بنعمل في المعادلتين هذول زي ما تعلمنا؟ بنجمعهم مع بعض. التي والسالب تي راح يلغوا بعض، عندي 100 هون و 36.8 هون، راح يطلع معي 63.2 يساوي 4A مع 10A 14A. إذا جمعنا التي والسالب 36 مع 100 مع الناقص تي، فبروح التي مع بعض، سالب 36 مع الموجب 100 بيطلع 63.2. يساوي 14 اللي هي 4A مع 10A، إذا A راح تساوي 63.2 مقسوم على 14.
أربعة ونص الجواب. إذن عرفت إيه؟ إذن إيه؟ قيمتها أربعة ونص. إذن أول مطلوب في السؤال حددنا. المطلوب الثاني في السؤال هو التي. فشو بنعمل الآن؟ بنعوض قيمة هاي الإيه في إحدى المعادلات، وزي ما تعلمنا يفضل نعوضها وين؟ في المعادلة فيها التي بتكون بالموجب. فراح نحصل على تي ناقص 36.8 يساوي 4 في A اللي هي 4.5. نجيبها هون بصير زائد، إذا تي راح تساوي 4 ضرب 4.5 زائد 36.8. أربعة وخمسين بوينت إيت نيوتن. هيك بنكون حددنا قيمة التنشن في الشد في الخيط الموجود عندنا. بدنا نتكلم الآن عن مسألة، هاي المسألة صارت واضحة. لما يكون في عندي سطح مايل من هون من هاي الجهة، وفي سطح مايل آخر من الجهة الثانية اللي هي تعتبر يعني سطحين مايلين مع بعض، خلينا نشوف شو الصعوبة اللي فيها. خلينا نشوف هلا. الفكرة دائما في هاي المسائل إنه الواحد ما يخاف منها، يقوم بتحليلها بشكل منطقي بناء على القواعد اللي تعلمناها. السؤال كالتالي: مستوى مائل من الجهتين، الزاوية هون مثلا 53 درجة والزاوية هون 37 درجة، في بكرة هون حتى يمر الحبل عليها. الحبل اللي على اليسار مربوط في الجسم الأول، واللي على اليمين مربوط في الجسم الثاني. خلينا نفرض انه M1 هون تساوي 6 كيلوغرام و M2 تساوي 4 كيلوغرام. ميو كي تساوي 0.4 للسطحين على سبيل المثال. المطلوب في هذا السؤال ان نحسب acceleration والتنشن. وزي ما حكينا بيقدر اي واحد بعد ما نخلص السؤال ونحله ونطلع قيمة الـ A ونطلع قيمة الـ T، بيقدر واحد يعتبر انه الـ A كانت معطاة في السؤال مثلا وميو كي هي المجهولة، ويحسب قيمة ميو كي. او الـ A معطاة في السؤال وميو كي معطاة في السؤال لكن M1 او M2 مجهولة، او A معطاة والميو كي معطاة والماسز معطاة لكن الزاوية مجهولة، وهكذا يصير يشكل طريقة الحل نفسها لكن بتغير المطلوب في كل حالة. من باب التدريب على هاي النقطة، احنا بس نخلص حل هذا السؤال راح نعتبر الـ A معلوم ونحاول نطلع قيمة ميو كي، نعتبرها مجهولة. لكن بذكر مرة تانية انه ميو كي هي مشتركة للسطحين. السؤال بحكي لي هو انه الحركة حتكون بهذا الاتجاه، وهذا منطقي اكثر لانه هذا 6 اثقل من 4، وهون الميلان 53 درجة، فهذا اكثر علوا هيك اعلى، وبالتالي سهل ينزلق عليه الجسم للاسفل. الخطوة الاولى بعد تحديد اتجاه الحركة اللي هو اصل المعطى في السؤال، نعين القوة المؤثرة على الجسم. في عنا 60 على هذا الجسم هون، 60 نيوتن. في عنا 40 على هذا الجسم. في عنا النورمال فورس هون اللي هي N2 على الجسم الثاني، وفي عنا النورمال فورس على الجسم الأول N1. في عنا تنشن بيأثر على هذا الجسم هيك، ونفس التنشن بيأثر على الجسم الأول بهذا الشكل، لأنه اتجاه التنشن دائما من الجسم إلى الخيط سواء من اليمين أو من اليسار، ولأنه نفس الخيط حتكون قيمة التي هي نفسها. الآن بسبب وجود احتكاك في السؤال راح يكون في احتكاك، والاحتكاك اتجاهه زي ما بنعرف دائما عكس اتجاه الحركة. هذا الجسم بيتحرك نحو الأسفل لهون، فاتجاه الحركة راح يكون عكس، راح يكون هيك، هذا هو الإف كي. وهذا الجسم بيتحرك لفوق، فاتجاه الحركة راح يكون بهذا الاتجاه عكس اتجاه الحركة، اتجاه الاحتكاك. هل الإف كي هون تساوي الإف كي هون؟ لا، بدنا نشوف. إف كي قانونها ميو كي في إن، ميو كي نفسها في السطح الأول ونفسها في السطح الثاني، لكن N1 تختلف عن N2، إذا لازم أسمي هاي FK1 وهاي FK2 لأنهم بيختلفوا عن بعض. الميو كي هي نفسها لكن FK مش نفسها. أوكي، إذا هاي هي القوة المؤثرة على الجسم. خلينا الآن نشوف
المحاور اللي راح نفرضها، راح نفرض محور الواي بهذا الشكل الجسم الأول، وهيك راح يكون محور الإكس، هون محور الواي عمودي على السطح، ومحور الإكس منطبق على السطح بهذا الشكل. هاي هي المحاور. الآن نبدأ بتحليل القوة الغير منطبقة على المحاور. واضح إنه في الحالتين للجسمين القوة الوحيدة اللي مش منطبقة على المحاور هي قوة الوزن. فلو حللناها، الزاوية هون راح تكون 53 درجة نفس زاوية المستوى المائل، والزاوية هون مع الواي راح تكون 37 درجة. الآن بنحلل. هيك راح يجينا الوزن هو 60 في كوساين 53، وعلى هذا المحور هون راح يكون في عندنا 60 في ساين 53. بالمقابل راح يكون في عندنا هون 40 في كوساين 37، وراح يكون عندنا هون 40 في ساين 37. 40 في ساين 37 24، و40 في كوساين 37 32، وهي الأربعين تحللت. 60 كوساين 53 48، ساين 90 36 راح تكون، تأكد أحسن، 60 في كوساين 53 36 صحيح 36، وهون 60 في ساين 53 راح تكون 48، والستين خلص اتحللت. الآن أصبحت جميع القوى منطبقة على المحاور. صار في عندي هون يمين واحدة، كمان محل FK2، في عندي بعكسها T، قوة فوق قوة تحت، في عندي على اليمين تنتين هون، وفي عندي واحدة على الشمال، واحدة فوق وواحدة تحت. مدام خلصنا التحليل بنبدأ الآن في التطبيق في المعادلات اللي عندنا. بداية بنبلش بالاتزان. فنأخذ الجسم الأول على محور الواي، هذا الجسم الأول اللي فوق بتساوي اللي تحت. القوة اللي فوق عندنا هي N1 وبعكسها 36، إذن N1 تساوي 36 نيوتن. مباشرة بنطلع منها قيمة الـ FK، فبنحكي FK1 تساوي μk، μk ما بسميها μk1 لأنه μk مشتركة للحالتين للجسمين، ضرب N1 μk اللي هي 0.4 معطاة في السؤال، ضرب قيمة الـ N1 اللي هي 36، فبيطلع الناتج 0.4 ضرب 36 14.4. إذن هاي هي FK1. الآن بعد ما خلصناها، خلصنا الواي على الجسم الأول إنه ما في حركة، في اتزان عليها هون على هذا المحور. مباشرة بنتقل للاتزان على الجسم الثاني هون، فبنحكي الآن باخد M2 أيضا على محور الواي، فراح يكون عندنا مجموع القوة اللي فوق تساوي مجموع القوة اللي تحت. القوة اللي فوق اللي عندنا هون هي N2، القوة اللي تحت اللي بتعاكسها اللي هي 32. إذن من N2 بنطلع FK2 μk في N2، μk اللي هي 0.4، قيمة الـ N2 هي 32، 12.8 نيوتن. هاي هي الـ FK2. تمام، هلا صارت FK1 وFK2 عندنا. استفدنا من محور الواي، محور الاتزان. بقي عندنا الخطوة الأخيرة في الحل، إنه نطبق على محور الحركة، محور إكس الجسم الأول، محور إكس الجسم الثاني. تمام، نحكي هلا بالنسبة للجسم الأول على محور الإكس، سيجما إف إكس تساوي M1 في A.
خلينا نشوف الجسم الأول. الجسم الأول على محور X في عليه ثلاث قوى، في عليه 48 هون، وفي عليه التنشن، وفي عليه FK1. هذول الثلاث مع بعض بيأثروا على X. ال 48 هاي مع اتجاه الحركة، وال FK1 بتعاكس في الحركة، وال T بتعاكس في الحركة، فرح يكونوا سالبات لما نعوضهم بالقانون. فرح يكون عندنا هون 48 ناقص FK1 اللي هي 14.4 ناقص T. 48 ناقص FK1 ناقص T يساوي الماس اللي هي 6 في A. لو بسطنا المعادلة أكثر شوي، 48 ناقص 14 بطلع 33.6 ناقص T يساوي 6 A. هاي أول معادلة بنحصل عليها. الآن عشان نجيب المعادلة الثانية ناخد M2 برضو على محور الإكس. الجسم الثاني عندي على محور الإكس T مع اتجاه الحركة، وال 24 عكس، وال FK2 عكس. إذا مجموع FX تساوي M2 في A. T مع الحركة بتكون موجبة ناقص ال 24 اللي هي مركبة الوزن هاي اللي هون، وال FK2 أيضا بتعاكس في الحركة ناقص 12.8 كله بيساوي 4A. لو بسطناها أكثر شوي، تي ناقص 36.8 يساوي 4A. هاي المعادلة الثانية. رح نلاحظ هون انه رح يطلع معنا التسارع سالب لما نحل المعادلة، فخليني اعمل بس تغيير بسيط في المسألة. خليني اعتبر انه قيمة الميو كي مش 0.4 كبيرة شوي قيمة احتكاك، خليني اعتبرها 0.2 بدل 0.4، صغر قيمة احتكاك شوي. فبناء على ذلك هاي بصير هون 0.2 ضرب 36، ف FK1 بتكون 7.2 بس 7.2. ونفس الكلام هون راح تكون 0.2 ضرب 32 بطلع 6.4. فلما نعوضهم هون 48 ناقص 14 بصير 48 ناقص 7.2 40 0.8. هون نحط 7.2 وهون بدنا نحط 6.4، فبصير 30.4. لأنه لو تركناها زي ما كانت، لأنه هون عندي أنا كان 36 هون 36 بيطلع الناتج سالب، وإحنا متفقين إنه هو معطينا اتجاه الحركة في السؤال، فلازم يكون الجسم بتسارع بهذا الشكل. قيمة الـ 0.4 هي قيمة احتكاك كبيرة والكتل متقاربة، ففرق الكتلة ما رح يخلي فيه عنا قدرة على سحب الجسم الأصغر لأنه الاحتكاك كبير. فاضطرينا نغير قيمة الميوكي حتى تكون الأرقام أفضل وأصح. إذا خلينا أكتب هذه المعادلة مرة أخرى. 40.8 ناقص T بتساوي 6A، وهون T ناقص 30.4 بيساوي 4A. الآن نجمع هذول المعادلتين مع بعض. لما نجمعهم عندي T موجب و T سالب رح يلغوا بعض. 40.8 ناقص 30.4 لازم الموجب يكون أكبر من السالب، عشرة بوينت أربعة يساوي 6A وأربعة A 10A. إذن A تساوي 1.04 متر بير سكند سكوير. هاي قيمة الأكسلريشن. لأن هاي القيمة لـ A لو عوضناها في أي معادلة منهم، لو عوضناها مثلا هون راح نحصل على T ناقص 30.4 يساوي 4A. 4 ضرب 1.04
لو نقلنا هاي على الطرف الثاني وجمعناها مع الناتج راح نوصل على تي تساوي 30.4 زائد 4 ضرب 1.04، فالجواب هو 34.6 نيوتنز. هاي هي قيمة التي. ممتاز. إذا قيمة الميو كي كانت حاسمة في السؤال، وممكن تخلي السؤال يكون صح أو خطأ. الحل واضح، اللي عملناه هو إني عملت كل سطح لوحده، اعتبرت إنه هاي مسألة لحالها وهاي مسألة لحالها بدون أي رابط بينهم. بعدين بعد ما اشتغلت على الواي على الجسم الأول وعلى الإكس على الجسم الثاني، واي على الجسم الثاني والإكس على الجسم الثاني، حصلنا على قيم الـ A وقيم الـ T زي ما شفنا هون. الآن رح نحل نفس السؤال، بس رح نعكس الحل، رح نعكس المطلوب. رح نعتبر إنه A معطى في السؤال 1.04، ونخلي المجهول هو قيمة الـ mu k، ونشوف كيف بدنا نطلعها. وفي ترك صغير بنعمله حتى إيش ما تتلخبط معنا الأمور في حساب قيمة الـ mu k. إذا نفس السؤال رح يكون، لكن find mu k و t. ستة هون، ميو كي مجهول، الحركة بهذا الشكل، و A معطاء 1.04. ايش راح يصير بالحل الآن؟ خلينا نشوف. طبعا ما دام اتجاه الحركة معطى بنبدأ في الحل مباشرة. أول خطوة بنعين القوة المؤثرة على الجسم، راح يكون في عندنا 60 هون، 40 into N1 T FK2 FK1. بعد ما حددنا القوة هاي بدنا نحط محاور عشان نحلل القوة الغير منطبقة على المحاور. هذا راح يكون محور X وهذا هو الواي الجسم الثاني، وهذا هو محور الواي وهذا هو الإكس الجسم الأول. الزاوية هون راح تكون 53، والزاوية هون راح تكون 37 درجة. الآن بنحلل، راح يكون فيه 60 في ساين 53 اللي هي 48، نفس السؤال اللي قبله بالضبط. هون راح يكون في عنا بعد التحليل 60 في كوساين 53 اللي هي راح تطلع 36، راح يكون عنا هون 40 في ساين في كوساين 37 راح تكون قيمتها بتساوي 32، وراح يكون عندنا هون 40 في ساين 37 راح تطلع قيمتها 24، وهاي تحلل. الخطوة الآن الباقية هي التعويض في القوانين. زي ما شفنا بنبدأ في الفوق، فبنحكي انه N1 راح تساوي 36 نيوتن. مباشرة بنطلع منها قيمة FK1، نقول FK1 تساوي UK اللي هي مجهولة ضرب 36. ما بخلي قيمة FK1 بدون حساب، بحسبها حتى لو كانت UK مجهولة، بنطلع قيمتها بهذا الشكل. أيضا عندي N2 بتساوي 32، من الجسم الثاني فوق بساوي تحت، فرح تكون قيمة الـ FK2 تساوي UK ضرب 32.
الآن ببدأ في تطبيق معادلات الحركة على الجسم الأول هون، الحركة للأسفل. إذن 48 ناقص 60 ناقص FK1 نبدأ بالجسم الأول. في عنا 48 مع اتجاه الحركة بيعكسها T و FK1 ناقص T، لأن هون للتريك FK1 ما بكتبها FK1، بعوض قيمتها مباشرة بهذا الشكل اللي هي 36 في ميو كي يساوي M M1 اللي هي 6 ضرب الأكسلريشن هو معطى في السؤال 1.04. إذن هون 6 ضرب 1.04. ليش عملنا هيك؟ لو تركنا هاي FK1 المعادلة الثانية راح يطلع لنا FK2، فبصير في عندي T و FK1 و FK2 ثلاث مجاهيل. بس لما نعوض قيمة ال FK1 وال FK2 بهذا الشكل راح نحصل على فقط مجهول واحد منهم اللي هو الميو كي لحالها. إذا راح يكون عندنا هون لو نقلنا هاي على الطرف الثاني بتصير ناقص، فبصير ناقص T ناقص 36 ميو كي بيساوي 6 ضرب 1.04 ناقص 48 سالب 41.76. هاي هي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية راح تجينا من الجسم الثاني، مجموع FX تساوي M2 في A. الجسم الثاني أيضا في عندنا T مع اتجاه الحركة، ال FK2 بتعاكس في الحركة، وال component of weight مركبة الوزن بتعاكس الحركة اللي هي 24. راح نحصل على T موجبة ناقص 24 ناقص FK2 اللي هي ميو كي ضرب 32 يساوي M2 اللي هي 4 ضرب A اللي هي 1.04. لو بسطنا المعادلة ونقلنا ال 24 على الجهة الثانية هناك، فبصير T ناقص 32 ميو كي يساوي، هاي رح تصير زائد 24 زائد 4 ضرب 1.04 28.16. هاي هي المعادلة الثانية. لاحظوا انه بدل ما كان المجهول T والـ A صار المجهول T والـ ميو كي. الآن بنجمع المعادلتين مع بعض. إذا جمعناهم سالب تي راح تروح مع الموجب تي، فراح يضل عندي سالب 36 ميو كي وسالب 32 ميو كي، نجمعهم مع بعض راح يطلع الجواب سالب 68 ميو كي يساوي. الآن سالب 41 مع الموجب 28 لما نجمعهم راح يطلع ناتج سالب 13.6 مقسم على معامل ميو كي. ميو كي بتساوي هذا الناتج تقسيم 68 بالسالب بيطلع 0.2، القيمة اللي احنا ايش اللي احنا كنا فارضينها بالسؤال اللي قبله. اذا هيك بيكون الحل ميو 2. بعد ما طلعنا ميو 2 ميو كي بدنا نطلع قيمة التي مطلوب في السؤال، ميو كي وتي. فبنحكي المعادلة اللي هون مثلا T ناقص 32 ضرب 0.2 اللي هي قيمة ميو كي يساوي 28.16. ننقل هاي هناك، إذا T تساوي 28.16 زائد 32 ضرب 0.2، فالناتج هو 34.6 نيوتن اللي هي نفس قيمة التي أيضا في السؤال السابق. هذا اللي أنا كنت أحكي لكم عنه دائما، أنه غير المطلوب، اعتبر الأشياء اللي إحنا حسبناها اعتبرها معطاة، وطلع أحد الأشياء اللي إحنا كنا معتبرينها معطاة اعتبره مجهول واحسبه زي ما عملنا حسب الميوكي. فممكن واحد الآن يعيد الحال يخلي ميوكي أيضا معطاة في السؤال، مثلا الماس مجهولة أو الزاوية مجهولة وهكذا. هيك الطالب بيقدر يمرن حاله على عدد أكبر من الأسئلة. هيك يا شباب بيكون تقريبا يعني الأفكار الأساسية على مسألة المستوى المائل انتهت. بدنا نتكلم الآن على فكرة